اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده مع بعض كبد الفراخ. كبد الفراخ من الاكلات المصريه اللي احنا بنبدع فيها، نعملها سندوتشات، نعملها طاجن، نعملها يخنة. الكبد الفراخ لطيفه وجميله، والست المصريه مدبره جميله، بتدبرها من فرخه لفرخه، بتحوش شويه في الثلاجه. فاحنا عندنا شويه كبد فراخ هنعملهم النهارده طاجن بلسان العصفور. لسان العصفور ده انا بحبه لانه لما بيستوي بيبقى له طعم لطيف وجميل، وبيبقى له مذاق خاص جدا لو احنا اهتمينا بيه شويه وحطينا له شويه بهارات. ده لسان العصفور انا محمره وجاهز وعامله حبه وحبه، يعني انا اتعمدت لسان العصفور عامل زي الرز اللي هو حبه وحبه، يبقى واخد تحميره خاصه كده بالشكل ده كده اهو. حلو الكلام، تمام. معانا لحمه مفرومه وجبنه. عايز اعمل النهارده فطاير اللحمه بالجبنه، حاجه كده بتعمل حواوشي بطريقه جديده، طريقه عمل السينابون. ففيها فكره لطيفه وجميله، والشكل واللون والطعم يتغير قدام عيون ولادك وعلى السفره، فياكلوا الحاجه بتغيير وبشكل جديد. معانا لحمه مفرومه ومعانا جبنه ومعانا مقادير العجينه الطبيعيه اللي هي دقيق وخميره. اما الحلو النهارده للامانه انا بحب التفاح، وعندنا الاطفال الحلوين دايما المراحل الاولى من عمرهم يحبوا حاجه وبعد ما تكتر يقول لك مش باكلها، بياكل حاجه تانية. فالتفاح لازم ننوع منه، مره نعمله كراميل، مره نعمله فطاير، مره نعمله مع البانكيك، مره نقشره لهم مع فروت سلطات. فالتفاح معانا الاخضر والاحمر النهارده علشان حسب الرغبه هنعمله كرامبل طبقات، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. واعتقد ان الحلو ده الاطفال هيحبوه، لانه لما يحفر بالشوكه والمعلقه جوه الحلو هيلاقي التفاح اللي بيحبه، في العجينه برده هيلاقي التفاح اللي بيحبه. الفكره هنشوفها في التفاصيل. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه، ولكن تفاصيل صغيره والطعم جديد والشكل جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. مقادير الفطاير بالجبنة واللحمة بطريقة جديدة، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ودي انا بهديها لكل المبتدئين في المطبخ واللي بيحبوا ان هم يعملوا عجينة السينابون في البيت. احنا كلنا عارفين عجينة السينابون، يعني العجينة اللي هي ملفوفة رولز بالسكر البني والزبدة. احنا معانا فطاير النهاردة بنفس المدرسة، دقيق وخميرة في المقادير بتاعتنا، ومعانا معلقتين زيت في العجينة مع مكعبين من الزبدة وبيضة، وشوف هنعملها مع بعض ازاي، ما ننساش رشة ملح. تعالوا نشوفوا نعمل العجينة الحلوة دي مع بعض ازاي. الحشوة بتاعتنا لحمة وجبنة، تسميها فطاير، تسميها حواوشي، تسميها السينابون باللحمه والجبنه زي ما انت عايزه، بس انا اخترت اسم فطاير باللحمه والجبنه عشان اسهل على حضراتكم الموضوع. لحمه مفرومه، جبنه موزاريلا، بصله ناعمه، بقدونس، فص ثوم، معلقه فلفله حلوه، كل ده في الحشوه بتاعتنا، والحشوه دي اختياري. اما العجينه اللي يهمني ان اعرف نعملها مع بعض ازاي. بنحط الدقيق مع بعض كده، نعمل لنا خمس ست فطاير حلوين بالشكل ده كده. بنحط على الخميره دي، على الدقيق ده، شوف هعملها ازاي بقى واحنا مع بعض كده اهو. واعلمك ازاي تعملي العجينه من غير عجان، على طريقه امي رحمه الله عليها والامهات ربنا يديهم الصحه وطولة العمر، من غيرك يا امي ولا حاجه. ادي الخميره البودر او الحبيبات اللي احنا عارفينها، بنشتريها من اي سوبر ماركت، بنحط عليها قليل من الماء الدافي اهو. تعرف ان الخميره شغاله ازاي او مش شغاله ازاي، او ان هي تاريخ صلاحيتها انتهى ازاي، لانك بتجيبيها تحطيها وتركنيها في الثلاجه. لما بتعمل رغوه بيضة شبه الحليب اعرف ان الخميره زي الفل. شويه ميه دافيين كده نقلبها مع بعض. بص على الخميره هتعمل ايه، اهي الرغوه البيضة دي اهو، كانه حليب بالشاي. لما بنحط حليب على شاي بيدينا اللون ده دي اماره اهي. والخميره ما تكلكعش منك، وتديك اللون ده وتديك الرغوه دي. حطينا عليها معلقه سكر، هتشوفي حلاوتها وجمالها دلوقتي اهو. اللهم صل على النبي. ادي شويه السكر. ليه حطيت سكر يا عم الشيف على الخميره؟ حد يقول لنا بقى ليه بنحط سكر على الخميره؟ لتشغيل الخميره وتفاعلها.
شويه ميه دافيين على خميره فوريه، على رشه ملح، معلقتين زيت، كل دول في قلب بعضيهم. هنعجن عجينه حلوه دلوقتي، تقدر تعمليها فطاير، تعملها رغيف حواوشي، تعملها سينابون زي ما انت عايزه. نكسر البيضه، معانا في المقادير العجينه بيضه. حلو، نلم العجينه دي على البيضه، راحت البيضه فين؟ حد يقول لنا البيضه راحت فين؟ في قلب الدقيق. اختفت البيضه. نبدا ناخد من السائل اللي انا مدوبه في بعضه هنا، الثلاثي الحلو ده اللي هو خميره وسكر وزيت، خميره وسكر وزيت وميه طبعا. ناخد حسب ما العجينه ما عايزه. العجينه دي انا عايزها ايه؟ ما تكونش طريه قوي عشان اتحكم فيها. شفت انا بعجن ازاي؟ بلعب انا. عندك اطفالك، عندك بنوتك الحلوه، النهارده السبت اعتقد في مدارس اجازه، دخلوهم المطبخ يساعدوكي ترفيه يعني. خلي في وقت ترفيه في البيت كده، تخش المطبخ مع اولادك تعملي حاجه حلوه. تحتاجي العجينه دي كلها. خلي ايدك هو عيار. انتوا اتعودتوا من الشيف المغازي، من يوم ما بنشوفه على الشاشه مفيش كوبايه بتحكمني ولا معلقه بتحكمني في مقادير. ايديا، نفسي، لمسات ايدي. انا عايزك تبقي كده. امهاتنا لا يعرفوا الكوبايه ولا المعلقه في العيار، هي بس تحط ايدها في الحاجه البركه تيجي على طول. نشتغل في العجينه دي مع بعض، يلا. اللهم صل على النبي. اذا احتاجت شوية سوائل ممكن تحط شوية حليب أو شوية مية زي ما أنت عايز، بس الأول تاخدها كده إيه؟ على الهداوة. حلوة بصراحة، أنا عايز أدعمها. عملية التدعيم دي أو إن أنا أغذيها، تقدر تغذيها معلقة سمنة، زبدة، شوية حليب، لو حطيت مية مش هتقول لأ، زي ما أنت عايزها. طلعت العجينه في ايدي، خلاص خلاص لازم نعجنها ونخدم عليها عشان نسيبها تتخمر على ما نعمل التوبنج بتاعها اللي هي الحشوه. تعرف ان العجينه حلوه في ايدك ازاي؟ اول ما تمسكها كده وتنطيها بين ايدك تديك الايه؟ الشكل المطاطي. والم كل حاجه على الكاونتر وانا شغاله، هتلاقي الكاونتر ده كاني ما عجنتش عليه. شفت ازاي؟ انا بفرح جدا بقى لما العجينه بتظبط في ايدي كده، بحس ان انا في ايدي حته ملبن. شفت ازاي؟ ولا عجانه ولا حاجه. بص العجينه شفت عامله ازاي؟ بص اهي، بص اهي 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 اهي، شفت شفت الفراغات دي؟ انا اخدت زي ما هي كده يا عم الشيف. ونسيبها هنا 10 دقايق ومكان نضيف زي ما هو، شيل كل حاجه هنا ما لهاش عوزه. تعالوا نعمل الحشوه مع بعض في نفس المكان. معانا لحمه مفرومه اهي، حته لحمه من عند الجزار حلوه كده، ربنا يوعدك يا حاج محمد بزياره النبي، هيديك حته لحمه مفرومه حلوه ناعمه. لازم اللحمه دي تكون ناعمه ما تكونش خشنه. هنحط على اللحمه دي شويه جبنه، ممكن تحط جبنه رومي او جبنه موزاريلا اللي انت عايزاه. اهو حلو قوي. هنحط على اللحمه دي والجبنه دي بصلايه ناعمه، شويه بقدونس، سنه شبت صغيره كالطريش، معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء. هضطر لك اللحمه، حلو الكلام، مكعب زبده في قلب اللحمه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ فص توم في قلب اللحمه،
بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ ملح وفلفل وبابريكا. جوزك بيحب الحار، استخدم الحار، فلفل حار معانا. بابريكا، شويه كركم حلوين ننشط الكبد، فلفل اسود، ونظبط الملح بتاعنا ونقلب الحلويات دي كلها مع بعضيها. يلا بينا. دي الحشوه، زبده. ليه حطيت زبده يا عم الشيف؟ يطر اللحمه مع الجبنه الموزاريلا. بقدونس، قليل من الشبت، بهاراتك ملح وفلفل، بصلايه ناعمه، فص توم ناعم. بقت عندي عجينه طريه. للامانه وللمصداقيه هتحتاج شويه فلفله حلوين تاني. ليه يا عم الشيف حكمت عليها بكده؟ علشان تبقى العجينه طريه في ايدي، اقدر اتحكم فيها وافرتها على وش العجينه. حلوه لغايه كده، احنا فاهمين انت بتعمل ايه. الحشوه دي زي ما هي كده احطها هنا. الله عليك، بس خلاص شيل كل حاجه ملهاش عوزه، وتعالوا نشوف هنعمل الفطار ازاي بمدرسه المغازي. معانا عجينه هنفرتها، هتستنى على العجينه دي ما تتخمر يا عم الشيف؟ لا، هي هتتخمر واللحمه جواها، واحنا شغالين مع بعض دلوقتي في نفس المكان اللي كنت بعجن فيه. هفرد العجينه، اعملها بشكل مستطيل، 30 في 60، 60 في 90، 40 في 50، المهم ان هو شكل مستطيل ليس متوازي الاضلاع. حلو الكلام؟ شويه دقيق صغيرين ونفرد العجينه دي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. على عينك يا تاجر، كل حاجه قدام حضراتكم على الشاشه. وافرتها واحده واحده، هتتعبي فردها شويه، بس انا عايز افرتها دلوقتي عشان تتخمر ولا اللحمه جواها، خلي بالك ده مهم جدا. بشكل مستطيل. حلو قوي. زي الفل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد شكل مستطيل منها، ممكن ناخد بقيه العجينه نستغله تاني واحنا مع بعض. تسلم. العجينه دي تتشال كده، نعمل بقى فطيره تانية. اوعى ترمي حاجه، ازعل منك، الحاجه دي دافع فيها فلوس. ناخد العجينه زي ما هي كده، وناخد اللحمه نحطها كده. وانا شغال. ايه رايك في الجو ده؟ هي لحمه وعجينه، تقدر تقدميها بكذا فكره، بكذا شكل. حبيت المطبخ، هتخش تعملي كل حاجه بحب. دايما بقول مفاتيح السعاده الزوجيه، مفتاح الكلمه الحلوه، مفتاح القعده الحلوه، السهرايه، اكله حلوه. مطبخك. اهم حاجه تخدمي الحشوه وتسيبي اطراف العجينه كده من غير حشو. هقول لك ليه دلوقتي. بس زي الفل. تمام. انا كل ده بثبت اللحمه او الحشوه جوه العجينه، هقول لك ليه دلوقتي. نيجي كده واحده واحده. يلا بينا. شيل كل حاجه من هنا عشان ما تشغلش الكاميرا. يلا بينا. ونلف كده بالراحه.
ممكن تعملها وجبه فطار لاولادك. مش كل حاجه بقى تتصل على السوبر ماركت هات وهات وهات، ونخزن في الثلاجات بتاعتنا وفي الادراج بتاعتنا، وفي الاخر هي كوبايه الشاي بالحليب وبسكوته. يا شماتت ابله زازه فيا. طلعت الدقيق، حته لحمه مفرومه، عملت حاجه جديده. اطراف العجينه من غير حشو، الله يرضى عليك. زي ما احنا كده شغالين اهو زي الفل. نقطع العجينه ونطلع فاصل يا شباب، حابين ايه قولوا لي. يلا يا فندم. كده ما انا شغال اهو، ده مهمه جدا اهو. شفت ازاي بحبكم؟ هناخد بقى ايه، سكينه منشار، ما ينفعش سكينه عاديه، بتقطع معايا هنا سكينه منشار. اول حته كده مش عايزها، وهنا حته مش عايزها. اللهم صل على النبي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنعمل كده منشار. سكينه المنشار دي خليها عندك بثلاثه تعريفه. تعمل سينابون ولا فطاير يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك يا ست الحبايب، دي خليها على ثلاثه. انا هعمل واحده قدام عينيا، هعمل واحده دلوقتي قدام حضراتكم كده، وهنطلع الفاصل بتاعنا اكون عملتهم كله. بس انا عايز يهمني انك انت تشوفي انا هفرد العجينه ازاي. وانا شغال باخد اول واحده كده، احط عليها شويه دقيق وافردها بيدي. تعملها كانك بتعملي رغيف عيش. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ دي هتتحمر في الطاسه كانك بتحمري بانيه. رقيها يلا مع بعض. ممكن نطلع فاصل يا شباب اذا حابين. وسيبونا عيش مع العجينه بقى، لان معايا 2 3 4 معايا 12 قطعه، كل واحد ياكل 3. فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الرؤيه والفن والابداع باقل تكلفه ممكنه تقدري تجددي من مطبخك وطعم الاكل اللي بتقدميه لاولادك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. فين العجينة اللي انت عامل عليها هيصة من بدري يا عم الشيف في قلب الطبق؟ كام فطيرة؟ تقريبا عدوا ال 12، يعني دستة. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نسويها. هنسويها ازاي؟ هو ده الكلام بقى. في طريقتين للسوى، طريقتين للسوى. الطريقة الأولى انك انت ممكن تشويها في الفرن كأنك بتخبزي عيش، يعني تحطهم في صينية فيها شوية زيت وتخبزيهم، يا إما في قلب الطاسة اللي على النار دلوقتي بنحط شوية زيت صغيرين ونحمرها. بس في حالة تحميرها على عين البوتاجاز تبقى نار هادية مش نار شديدة، عشان العجينة تستوي وتاخد وقتها وتشوفي حلاوتها ودلعها مع التوبنج اللي جوه لحمة وجبنة وفليفر وبهارات والجو الحلو ده. تعالوا نسويها مع بعض. معلقة زيت صغيرة، حلو، وعلى معلقه الزيت دي يا عم الشيف معلقه سمنه صغيره، مش زبده، اوعي تحطي زبده، ازعل منك. ليه يا عم الشيف ما نحط الزبده؟ علل ولماذا؟ لان الزبده هتحمر لك العجينه قبل ما تستوي. يلا بينا، يلا بينا. بنلعب احنا سله. نار هادية، دي جواها خير، جواها إبداع فني.
وسع الدنيا كده الواحدة في النص. دول كام؟ حد يعد معايا كده؟ ستة. الحمد لله. خلي العجينة جنبنا هنا ونخش على اللي بعده عشان ما عندناش وقت. ازاي نعمل طاجن كبد الفراخ بلسان العصفور؟ طاجن كبد الفراخ بلسان العصفور. معانا طاسة شديدة الحرارة على النار. حلو؟ للكبد مهم جدا لما تيجي تسوي كبدة لازم تكون الطاسة سخنة. حلو قوي. وتعالوا مع بعض، كبدة، بصلة، تومة، شوية بهارات حلوين، لسان العصفور معانا، شوية زيت صغيرين كده في قلب الطاسة بالشكل ده كده. وقت ما تقول لي شيل الكبدة هشيلها. طاجن كبد الفراخ بلسان العصفور، بصلة، تومة على الكبدة. شفت أنا بشتغل في الكبدة، فلفل حار، ده كله على الكبدة، معلقتين زبدة على الكبدة. ناخد الحلويات دي في طاسة شديدة الحرارة على النار. آه، وأنا واقف على النار شوف الشقاوة. انزل. كبد الفراخ ما بتاخدش وقت كبير في السوى، عبارة عن كتلة دموية متجمعة بإرادة إلهية وقدرة إلهية. كبد الفراخ بالذات سبحان الله ما بتاخدش وقت كبير في الطاسة، وتلاقي لونها اتغير، ما تتخضيش. هي شدة الحرارة اللي بتغير لونها. حلو الكلام؟ لغاية دلوقتي احنا عارفين بنعمل ايه. الفطاير على النار بتستوي. انا ممكن اعمل حاجة لطيفة عشان استغل عين البوتاجاز واشتغل بقية الشغل بتاعي. هقلب الفطاير دي وادخلها الفرن تكمل سواها. انت تقدري تسويها تسويه كامله على عين البوتاجاز وتبقى احسن مني. حلو الكلام؟ تعالوا نقلبها مع بعض. بدانا من هنا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تاكلي صوابعك وراها. يلا قوم اعملها لاولادك على الفطار. ما تقولولهمش انت عامله ايه غير لما يستطعموا كده ويقولك تسلم ايدك يا ماميتو ويبوسوا ايدك. ناخد دي زي ما هي كده ندخلها الفرن تكمل سواها في الفرن. انت ممكن تعملها على عين البوتاجاز، تكمل سواها على عين البوتاجاز، بس انا عايز النار وربنا يكفينا شر النار. يلا بينا. اوبا، معايا في النار. دي فطاير. يلا نقفل. العب. يلا. طب تعال ناخد الكبده مع بعض مع لسان العصفور، التحميره الحلوه دي كده، مع الفلفل الحار، تشويحه، تقليبه، بهاراتك يا عم الشيف، ملح وفلفل. لسان العصفور متحمر وجاهز معانا، ميه بتغلي على النار. ممكن تكون الميه دي شوربه فراخ عندك بسبقا، شوربه لحمه مش هتقول لا. بنبهر الكبده، شويه ملح، شويه فلفل، شويه كزبره. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شويه فلفل اسود، الكبده بتحب الفلفل الاسود خاصه الكبد الفراخ. حلو، نقلب دول مع بعض. لسان العصفور اخباره ايه؟ جاهز، بننزل عليه بالميه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كله بيستوي مع بعض. ركزي معايا عشان الموضوع هنا ايه؟ شايك. الكبده بدات تتشقى في قلب الطاسه. تاخد لون. ركزي على التركيه اللي جايه دي، التركيه اللي جايه دي مكلفه كتير. مكلفه خبره طهويه كتير. مهم جدا. دورت عليها ولقيتها. دي فلفله حلوه، بنزل بقى هنا. الله، شفت تنظيم عملك في المطبخ؟ بدأنا بالفطاير حطيناها في الفرن أو استوت بتكمل سواها. لسان العصفور متحمر وجاهز، ممكن تحمريه على فكرة وتحطيه في كيس وتجهزيه.
من الحاجات اللي ممكن تحضرها مازن بلس في مطبخك عادي، يعني مش هيحصل له حاجه لو اتحمر مسبقا، شعريه مش هيحصل لها حاجه لو اتحمرت مسبقا، بس للامانه وللمصداقيه اللي ربنا هيحاسبنا عليها المعلومه اللي اقولها دي اهم حاجه. انا بعشق ريحه الشعريه وهي بتتحمر وتشم ريحه الرز المصري بيتحط عليها. كبده خلاص جاهزه اهو، ناخد دي كده نحطها على النار. اخبار لصاد العصفور، اشوفه بيتقلب، اشوفه بيبكبك، ابص عليه كده. يلا اللحظه الجريئه جايه اهي اهي اهي. يلا بينا. شفت التركية دي مهمه جدا. لغايه دلوقتي لصاد العصفور يتيم. يعني يتيم ما فيهوش طعم، ما فيهوش طعم الجوس الحلو وطعم الفليفر. هاخد الكبد الفراخ زي ما هي كده، هو ده. الله الله، هي دي. مش هعمل فيها حاجه غير ان انا اغطيها، اوعي تقلبيها. زي ما هي، واتقل على لسان العصفور نعمين اهو، خالص مش هقلبها خالص، هو ده. اتقل على لسان العصفور لما يقول كلمه الحق اهو، مش هتقلبها. اللي مخرجنا دايما يخش في التفاصيل. انا لو قلبت الكبده مع لسان العصفور دلوقتي يا غالي يا حبيب قلبي هتتهري مني. الكبده خاصه زي كبده فراخ، كبده ضاني، كبده كندوز، في المرحله الاولى من السوى لا يفضل تقلبها. ليه يا عم الشيف؟ نطلع فاصل يا فندم. مهم جدا. طب طلعوني فاصل يا شباب ونرجع بعد الفاصل نشوف كبد الفراخ مع لسان العصفور. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. تعالوا مع بعض نشوف الحلو بتاعنا. الحلو بتاعنا كرنب للتفاح طبقات لأطفالنا الحلوين ولكل الأمهات اللي عايزين يجددوا من شكل التفاح لأولادهم. ما تحصروش ما بين الفروت صلات وخلص الكلام. عملناه سوفليه، عملناه فروت صلات، عملناه كرنب بالعجينة العادية. التفاح أفكاره كتيرة والتفاح مفيد جدا، والأطفال لازم ننوع من الحاجات اللي بيحبوها عشان هم بيملوا. كل التفاحية مرة والتانية عايز التغيير. معانا تفاح مبشور نوعين، أخضر وأحمر، ومعانا زبدة ومعانا دقيق وفانيليا. زبدة ودقيق وفانيليا. هنعمل عجينة الكرامبل كده سريعا مع بعض. شوية دقيق زي دول كده، بنحط عليهم فانيليا. الله. وعلى الدقيق ده بياض بيضة. نعم حاضر، عينيا عايز اشوف لسان العصفور. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة. شوف الحلاوة وشوف الشقاوة. كبد الفراخ زي ما هي، هخليك تاكل لسان العصفور ده وكبد الفراخ بنفس شخصيتها. قلبه. حاضر يا فندم، طلباتك كتير على عين وعلى الراس. بص 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 بص، هو ده. شفتوا؟ هو ده. الله، هي تقليبه. الف انا وشيف اللي ياكل. استوى؟ استوى زي ما هو. بس خلاص، فيها فلفل حار، فيها فلفل حار، هغرفها في القلب ده زي ما هي كده. شفت كبد الفراخ بشخصيتها ازاي مع لسان العصفور؟ اهم حاجه انك تحمر لسان العصفور من قبل وتخليه على جنب. تنزلي بالبهريز والجوس بتاع الكبده على وش لسان العصفور وهو نص سوا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ تسلم ايدك والله. الله الله، ايه الفطار الحلو ده؟ ايه الغدا الحلو ده؟ ايه الجمال ده؟ دي سبايسي، ها عشان اللي ياكل منها خلي باله. تعالوا نكمل الحلو بتاعنا. شيل كل حاجه بقى، توم وبصل، علشان التفاح ده بيكرف عامل زي البطيخ والشمام. في انواع من الفواكه لا
لما بتشم ريحه البصل والثوم مش مجرد انك تمسكيها بس، لو في الثلاجه في بصل وثوم تلاقي البطيخ ريحته ثوم وبصل. جات ازاي الريحه مش عارف. طبعا الفريون والهواء بتاع الثلاجه لما بيلف جوه الثلاجه، خلي بالك البطيخ او الشمام او الفواكه او الفروت سلطات اللي انت عاملاه بيكرف، فلازم تحط في الاعتبار حتى فروت سلطات في الثلاجه عامله كيكه بالفواكه، في بطيخ، في شمام، في مانجا، اي نوع من الفواكه متقشر وجاهز لازم تغطي البصل والثوم في قلب الثلاجه وتحط ده على رف وده على رف. حلو الكلام. تعالوا نعمل العجينه مع بعض. شويه الدقيق حطيناهم، معانا الزبده على الدقيق، شويه سكر على الدقيق، عصرة ليمون عدي، كل ده كل ده. هنعمل عجينة دلوقتي لطيفة وجميلة. رشة ملح عدي، ونمسك العجينة دي يا عم الشيف كده نفتفتها. أنا مش عايز هتبقى زي البسكوتة كده. زبدة، دي فانيليا، زبده، دقيق، فانيليا، عصره ليمون، حطيت بياض بيضه. ممكن بياض بيضه ده مش مكتوب في المقادير نكتبها. دايما بحب اطلع بره النص، اخرج عن النص. ليه؟ دي افتكاسه طهويه بتيجي لحظه الايه؟ الابداع. شفت العجينه معايا ازاي؟ اهو اهو. ايه الحلاوه دي؟ انا شغال عينيا جايبه حاجات حلوه. ايه الحلاوه؟ الفطاير اللي شكلها جميل فيها تفاصيل كتيره، لسان العصفور مع كبد الفراخ الاتنين بيتنافسوا على الطعم. حلو، ناخد الخلطه دي. ركز معايا بقى عشان الموضوع هنا شيق. معايا هنا تفاح متقطع مكعبات ومحطوط في محلول حمضي، اللي هو عصير ليمون، عصير برتقال، شوية سكر، عشان التفاح الأخضر بيبقى فيه حموضة شوية وفيه مزازة. يعني لو بناكل تفاح ناكل تفاح، ناكل التفاح الأحمر. الأخضر ممكن نحطه مع فروت سلطات نشغله في الأكلات. معانا تفاح أحمر مبشور، باخده كده أعصره بإيدي وأحطه على العجينة. أعصره بإيدي. دي طبقات الكرامبل بالتفاح. أه دول كده اخدهم. مش عايز ده. حلو، ناخد كل ده يا عم الشيف. العجينه دي فيها زبده، فيها بياض بيض، لما ندخلها الفرن تتحط على الشبكه العجينه دي هتتكرمل. سموه كرامبل ليه؟ حد يقول لي. سموه كرامبل لان السكر لما بيتحط على النار بيتكرمل، بيديني الكرمله بتاعته، لون الكرمله. فانا حاطط سكر على العجينه على الدقيق، فالدقيق هنا هيتكرمل مع السكريات بتاعه التفاح، هتبقى الكرمله زياده وحبك زياده. شفت الكرمله دي؟ اه يا سلام، لما تاكل واحده من دي كده فيها تفاح وفيها سكر وفيها فانيليا هتدعي لي. اه حلو بثلاثه تعريفه. اعتقد ان التفاح في الثلاجه عندك مش لاقي اللي ياكله. الاولاد خلاص ملوا ان هم يمسكوا التفاحه ويقرشوها باسنانهم، اللي سنانه اتعوروا، اللي التفاحه فيها مزازه وفيها حموضه. اهو ما عملناش حاجه، كوبايه دقيق ومعلقتين زبده وشويه حب. الحب ده بالمعنى عشان برضو نفهم بعضينا، اللي هو حبك للمطبخ، حبك لاولادك، حبك لاسرتك، حبك لضيوفك. الحلو ده هيخش الفرن. معانا من الطايمه قد ايه يا مخرجنا؟ حبيبنا قد ايه في الوقت حبيب قلبي؟ 3 دقايق. هي للامانه دي عايزه في الفرن عشان نبقى في مصداقيه اتعودنا عليها على شاشه القناه الاولى مع الشيف المغازي وفي كل الاوقات وفي كل الازمنه. دي عايزه 10 دقايق عشان تتكرمل وتطلع معايا بتتحط على الشبكه في النص، عشان تبقى عارفه خطوات العمل. الوقت بيحكمنا ولازم نسمع كلام الكبير. انا مش هدخلها الفرن، انت ممكن تعمليها وتحضريها وتجهزيها
وتسويها قبل الغداء مباشرة أو قبل وجبة العشاء تطلع معاك زي الفل. عايزة 10 دقايق في الفرن، بتتحط على الشبكة في نص الفرن، النار تحتويها من الأطراف كلها لأن دي فيها سكر، فيها كراميل، فيها تفاح، فيها فانيليا، فلازم العجينة تتكرمل وتبقى معايا زي الفل. فكرة تانية، بدل الدقيق ممكن تعملها بالشوفان على فكرة، يعني تستبدلي الدقيق بالشوفان، تبقى بقدر الإمكان هي هيلسي وتبقى طريقة صحية لطيفة وجميلة. ممكن تستبدلي الزبدة، تستخدميها بمعلقة كريمة لباني مثلا أو أي كان، تبقى دسمة قليلة شوية زي ما أنت عايزة. التفاصيل بسيطة، عملنا فطاير جميلة حلوة بفكرة جديدة تقدر تسويها على عين البوتاجاز، عملنا طاجن الكبد الفراخ بلسان العصفور، لسان العصفور يتنافس مع كبد الفراخ للطعم، عملنا الكرامبل بفكرة جديدة، كل ما نضرب الشوكة ولا المعلقة يطلع طعم التفاح بشكل تاني وطعم تاني للأطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام ماميته وبابا علشان يحبوا التفاح. يعني الرؤية وفن وإبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.